السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نقولكم في اشتري من علي اكسبريس. بالنسبة أول حاجة الناس كتسولني على لي كارت ديال لي بونك، جميع الأبناك عندها هاد لاكارت اللي كتشري من الإنترنت إلا بنك بريد المغرب هو اللي ما عندوش. كاع الشركات كاع الأبناك عندهم، هذه الشركة العامة بي ام سي او، هي عندها هاد لاكارت اي باي، وقيلا أنا ما عقيل هي هادي اي باي الشعبي تاهو عندو كاع لي كاع هي هادي سيدي الشعبي، كاع الناس كاع سميتو كاع الأبناك عندهم لاكارت. هاد لاكارت هادي كيكون في أرقام وحروف تاخدوهم ونشرح لكم قضيتهم، حيت هادوك الأرقام والحروف اللي كيكونو في لاكارت كيكونو خاصين بك نتا، هما باش غتدخل وتخدم بيهم في لاشا. مثال مثلا بغيتي تشري شي حاجة، مثلا هاد بغيتي تشريها كدير تكليك على هنايا ليطاي، كتقلب انها غتمشي لمروك، مروك كندير انك انت دير هنايا مروك، ها هي هنايا تشوف نمبر دي كوموند ديالو هي هادي، تشوف مثلا الطفغية ديالهم وما هادو. المهم نحاول ندير فيديو قصير باش تشرحو الكلام مزيان، باش يكون داكشي ساهل، ولا حتى شي حاجة سولوني.